وأنا هيك رأيي. هاي أول مرة بنتفق أنا وياك على شغلة. وقبل هي اتفقنا كمان. عن جد؟ إمتى؟ ما عاد مهم هاد الشي هلا. مظبوط، مو مهم. شو عم بتساوي؟ منيح. أنا كتير روا. أنت شو عم تعملي؟ فرهاد أنت عم بتخبص. لا. ليش لا؟ هيك. شو هيك؟ مو قلت خلينا نفترق؟ ايه قلت. قلت كتير شغلات من أول يوم شفتك فيه لحد هلا، ليش ما سمعتي ولا وحدة منهم؟ نزلي وما نزلتي، روحي وما رحتي، طلعي وما طلعتي، ها؟ خير ليش تذكرتي إنك لازم تسمعي كلامي هلا؟ صرتي بدك تلتزمي بكلامي يعني؟ انت عن جد مجنون. انت اللي جننتيني جننتيني جننتيني. شو هاد يا؟ وبعدين معك خلص فيك تدعس بنزين على الاخر، خلينا نفوت بشي شغله ونموت وبتنتهي كل القصه. اذا ما قدرنا نعيش مع بعض ما عندي مشكله نموت. وشو ذنبي لحتى اموت؟ فيك تخلي هاد معك، أنا سكرته مشان ما تلاقيني أساساً، مشان برنامج التعقب. خليه عندك، رح أشتري غيره. هذا فرهاد ما هيك؟ وهو اللي عمل بأخي هيك كمان. ايه للأسف. الحقيقة لازم انزعج كتير على الشيء اللي عمله بأخي، بس أنا المهم وينه جيهان؟ يعني على الأقل خليني روح اعتذر منه على اللي صار. ما بعرف وينه، مزاجه معكر. شو بدك من أخي هلأ؟ يعني شغلات عادية بتصير.